مراتي امبارح قررت فجأة إنها تسافر لأهلها، وبرغم حزني الشديد قررت طبعا إن استغل غيابها القاسي ده واستثمر وقتي في شيء مفيد. طب تحت مخت خدمه وتحت لو جيت ورحت مش هتجيبني ولا يلا بقى عشان تساعدوني في تنظيف البيت. ببساطة يعني، لأن أصحابي دايما بيقفوا جنبي وعمرهم ما بيسيبوني أبدا. عمري ما احتجت أي مساعدة من مراتي. الخلاصة كده إن إحنا الرجالة مش محتاجين الستات في أي حاجة، عندنا قوة تحمل مفيش ولا ست تقدر عليها. بقولكوا إيه؟ انسوا أي حاجة قلتها في الفيديو ده، أنا كنت بهزر.